هندي وش موجه نور فتحي في اليد نتاعو، شوفوا ردة الفعل ديالها. عبدي لي بعدا عم عبدي شلي جاي بس موجه جاب حلوة. شي بالله يدور ربي يشعلوا العافية في البيت هذا، ما يحرق ما يحرقوا هذا البيت هذا. طيب واحد شوية غادي يسعلوا العافية، هذا ما كاينش المزاح. وليدينا هذا هادو خصهم يجيبو لهم البوليس هادو. شمع الصوار اختي طردقو تمنو. هاد الدراري تلاقاو مشكلة، مسكينة تلفات ليها المشية. قطعت ليها الصندرة ولا شنو؟ خلعات وقيلة هذا هو عايش الحياة، والله إلا عايش الحياة بالله، تيتيز وكل شيء هذا. اها شوما ولا فين غادي بعدا هادو اصلا؟ واش غادي نشمي رجال ولا عارضين عليهم شي لعيبه ولا ما فهمتش انا؟ انا رابور خطيره، كنت حدا ايلي، كنت حدا واحد رابور امريكاني راه مابقاش عاقل سميتو خطيره. المهم كنت حدا كاع الراب ابني. شوف ابني بعدا شنو هو الراب؟ عرفت عرفت شنو هو الراب؟ عرفت شنو هو الراب؟ يعني كتبقاي تغني اغنيه. الراب كتغني اغنيه كتكلاشي بنادم ورا كتكلاشي. الرابورة واعر كتكلاشي بنادم، هذا هو الراب. شنو هو الراب؟ وانا سولتك انت اللي اختاريتي الراب، خصنا نعرفوا شنو هو الراب. شوفي شوفي، حتى واحد ما خلق معلم ياك، شاد الرابورات ديال المغرب وديال العالم راه تا هما دخلوا بحالي. انا غنكون رابور، انت دارتي انت صافي، ملي طلع ولا تيقول انا رابور صافي. الموت ياك عندك تحشمني؟ لا والو. جيبوا لنا لاتاي وكبغزال والقاطو، جيبوا لنا طعام راح نخرينا بالدور. ما صنعوش الاخرين؟ هما جابوا لك ناس ديال الشفنجه والله ما عرفت شنو هو الشيء. هادي روح فرح فرا اللي عندو ناس فنكبلو فيها الروان. هاد غنى هاد عالم تا هو هادا الحاجة كتعملها وتهرب. هاي هي الحاجة كدير الفعل وكتهربها هي كتجرب هاد الحاجة هادي. عطارو تزفل بخلاطو في الطيقة. شوفو انت.
زمننا خلعات كاع ما عرفتو منين خرج ليها محطه. قسما بالله السميره لا 16 واحد دز عليا في بويكرا. السلام اختي 16 واحد بزاف اصاحبي بزاف بزاف بزاف. بنتي ما بلغاتش هذاك غير حفلة عيد الميلاد. ما عندي فاش نأديك يعني ما كاين لاش تطلعي مثلا وتهضري على موضوع تافه بحال هذا. انا بنتي باقا صغيره وكنعاود نكبرها ما بلغاتش، ولكن كنوعدكم نهار غادي تبلغ غندير ليها ان شاء الله شي شده على التقاليد الشماليه التطوانيه ان شاء الله، اللي شي حاجه ما دايراش وندير لها اكبر قاع ان شاء الله. يعني النهار اللي غادي تبلغ فين هو المشكل؟ عادي جدا. والله العظيم الا عيقتو بالله قسما بالله الا هاد الناس اللي عيقوا وما تيراعيوش عيب الله، راه كاين الناس اللي ما لقاوش مساكن ما ياكلوا ما لقاو ما يشربوا، الناس كتبيع حوايجها وانتم كتبقاو تبانوا العياقه وبخو درت لبنتي بالغاد درت لبنتي عيد الميلاد درت، راه الناس ما لقات ما تاكلها عيب الله. راعيو حشومة راعيو لهذوك الناس مساكن اللي ما عندهمش حشومة. الا كان مسك عليكم الله هذاك الشيء اللي كتخسروا في هاد الحفلات وفي هاد التخربيق وهاد الخوا الخاوي شدوا عطيوهم للناس، راه الناس كتبيع حوايج راه حشومه اش اللي كديروا. والله الا حشومه بلا شرتي تضرر في الخاطر والله العظيم. انا بغيت غير نعرف حاجه وحده، علاش المراه عندها مشكل مع التعدد؟ حبيبه ديالي واش الراجل عارفه شنو باغي ولا لا؟ الراجل راه باغيها طويله وفي نفس الوقت تكون قصيره، باغيها بيضاء وفي نفس الوقت تكون شويه سمراء، باغيها تكون غليظه وفي نفس الوقت تكون شويه ضعيفه. كي غديري انت بالسلامه تجمعي لي هاد المواصفات كاملين فيك انت؟ اذا راجلك ملي بغي شي وحده سيري جوجيها ليه مني انا وجبك. شكرا. انا راجلي بغي شي وحده ما نعطلوش ديه ديك الساعات ما نقدرش انا نحرمو من الزين، يمكنش مستحيل. مصالحه مع نفسها هادي راه كتقولي تهضر صافي، ولكن نهار تحط في الموقف والله تقول لي نديرك في عفرا وما تديكش شي مرا والو غير تصاحب وما تجوش. تبروك إسراء زوينة تبارك الله. نمرة 106 يا أختي قيل ولد بسيزاري ولدي أخرج ويدير بو ما دارش واه واه صافي واش نطلع نروح عمارية نحتفلوا بالواو ديال ولدي وهذا سبب مقنع. نزل اختي فتح الحلقه تحلق يدير 40 يوم وجي رجع عدد العود 80 يوم وطلعوا ب 10 كنمشيو ب 40 ب 40 والله على صحاب العماريات انا وياه اش ولدي حيد ليك واش وانت هذه شي حاجه قاعده نص العماري شي ريحه خايبه اختي ريحش ما درتش ليه ليك واش اليوم سيري قلبي ولدك يرحم طليق هنا مع نونو شوفي الوليات عندنا تك دير لي لاكوش واخا غير صغيره يلا اوسويفا وانت فوق العماريه وعندنا عبد ما حد يطالع بارز وبين بغيت نتزوج كاري واحد الدويرة عايش بوحدي في سميرة دابا انا نمشي نجيب خبز قلتي جوج خبزات ديال لا عند حسين طالع فوق العمارة في العمارة شوف اختي شحال الروسيطة ديال هادي حصيصة خويا هاد اليمن ترى العمارية ها اللي جا كيطلع فيها ها اللي ولدها طلع في العمارية ها اللي دير السبوع طلع في العمارية ها اللي بلغات بنتها طلع في العمارية ها اللي حيدات الاخرى طلع في العمارية ها اللي بغات تطلق طلع في العمارية ها اللي بغات تزوج طلع في العمارية. مسختو هاد العمارية والله الا مسختوها بالله. هذا منقول شي هادي ميتة ولا ناعسة؟ السلام عليكم اخوتي الله يربي يحفظكم نتوحشكم تنعيط ليكم الله يربي يحفظكم. ماشي حشارة واش الطريق؟ الطريق شي حشارة منا انا ماشي اونشي سيستم سيستمي اونشي انا ما كنكشفش التوروس التوروس اللي شي يكشفوني انا باش تزاديش ماشي كي الطبيب قال لبابا مبروك عليك الولد انا قال لي مبروك عليك الولد بابا نايس ون 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 ن